أكد رئيس البعثة الطبية المصرية عمرو رشيد عودة العيادة الطبية إلى العمل بكامل طاقتها لاستقبال الحجاج المصريين لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم. وصل عدد المترددين على العيادة الطبية إلى 22 ألف حاج، وعدد المحتجزين بالمستشفيات السعودية وصل إلى 309 حجاج يتلقون العلاج حاليا وحالتهم مستقرة. بعد انتهاء ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين لأدائهم المشاعر واستكمال الرحلة المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، تواصل البعثة الطبية المصرية عملها لتوفير خدماتها الطبية للحجاج المصريين. رئيس البعثة الطبية المصرية حرص على التواصل معهم خلال تلقيهم الخدمة العلاجية لرصد انطباعاتهم حول الخدمة العلاجية التي قدمت لهم طوال الرحلة المقدسة وكيفية العمل على تذليل المعوقات التي قد تواجههم. على الخدمة أخبارها إيه ولو في سلبيات نسمعها عشان نحسن. والبعثة الطبية حاجة محترمة جدا، احنا جينا هنا وسجلنا برقم الجواز وكشفنا، استقبال محترم، أطباء على مستوى عالي من الخبرة والأدب والاحترام، والحمد لله ربنا يعينكم ويوفقكم دايما. خدت علاج الحمد لله تمام. ايه السلبيات اللي قبل؟ ايه المشاكل اللي قبل؟ بالنسبة للبعثة الطبية مفيش سلبيات، ناس محترمة وناس كويسة جدا. قول لي ايه الأخبار؟ والله تمام والله بصراحة. لو في سلبيات قول لي عليها. والله جيت اول مره جوه في الحياه وجينا الواو بالواو بصراحه، هنا الشغل حلو جدا الحمد لله، يعني مش مقصرين بجد والله. ربنا يخليك يا ست، كل تقبل الله الحمد لله. يعني الامور الى حد ما في الحالات المنومه بتسير على ما يرام، تم خروج جزء كبير من الحالات المنومه داخل المستشفيات ومستمرين في المرور عليهم. تم المرور اليوم على العيادات للاطمئنان على ان كافه العيادات بتعمل بكامل طاقتها، تاكد من تواجد كافه التخصصات الطبيه. تم عمل اكتر من لقاء واكتر من يعني استفسارات مع المرضى اللي موجودين خارج العيادات للتاكد من تقديم الخدمه بشكل جيد والاطمئنان على ان بيتم صرف العلاج بطريقه وفقا للسياسات الموضوعه ليه. معظم الحالات من الحجاج المصريين التي استقبلتها عيادات البعثه الطبيه المصريه تعاني من اجهاد ونزلات برد. ناس كتير راجعه بوجع في العضلات قوي جدا طبعا نتيجه الاداء المناسك والمشي وكده، خدوا حاجات بسط العضلات والمسكنات، والحمد لله الوضع بالنسبه لهم كان مستقر. الحالات اللي محتاجه جلسات تنفس خدت جلسات فاركولين موسعه للشعب الهوائيه موجودين معانا. كان في بعض الحالات جالها شويه تقرحات في رجليها حتى من المشي كتير والمناسك، اتعاملنا معاهم كلهم والحمد لله وضعهم كلهم مستقر. يعني الناس تعرضت لإجهاد حراري، لتعب، في ناس رجليها وجعتها، مفاصل، ادوار البرد، ادوار الكحه، فكل الادويه موجوده ومتوفره واحنا تحت امر الحجاج في كل حاجه، واللي بيشتكي بياخد حاجته واللي مش بيشتكي كمان احنا بنمر عليه وبنساله لو محتاج اي حاجه بنديها له. يعني قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما قدمته البعثه الطبيه من خدمات علاجيه طوال الرحله المقدسه. خدمات تشخيصيه وعلاجيه تقدم على مدار الساعه لضيوف الرحمن من قبل اعضاء البعثه الطبيه المصريه الذين يواصلون الليل بالنهار بلا كلل او ملل، فالكل يعمل تحت شعار خدمة الحجيج شرف لنا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.